فقره ويلنس لليوم تنضم لنا هزميك دانيال. اهلا وسهلا فيك هزميك. صباح الخير. صباح النور. حضرتك ليدرشيب ماستر اند كوتش، مبتسمه متفائله رغم هبوط الطائره مع انطلاق الصواريخ. ما عندنا غير حل. عن جد يعني فالف حمد لله على سلامتك. ميرسي. اليوم كنت عم اقول للمشاهدين الصبح انه قديش الكلام بياثر علينا، بياثر على اللي بوجنا. هالكلمات وقتها نحن بننطق فيها ما بتروح هيك بالهواء، وكانه يا بترتد يا بترجع يا بتتجمع. قديش مهم اليوم الكلمه يلي عن جد عم نحكيها. أكيد بلانش، الكلمة عامة هي مش بس بالضرورة بأيام اللي عم نعيشها هلأ، إجمالا الكلمات لهم تأثير كتير كبير على مشاعرنا، على الطريقة يلي بنحكي فيها مع العالم. كمان الحكي بيجي ساب كونشسلي، يعني نحن ما بنقعد وما بنفكر شو بدي أقول هلأ، نحكي. هيدا الحكي بيجي من حسب أنا شو عم بفكر وشو عم بحس، فأوتوماتيكلي I express myself، بصير عبر عن أحاسيسي ومشاعري وأفكاري. وأوقات بنأذي العالم بدون ما ننتبه، مش بالقصد أكيد، وأوقات بدنا نأذي العالم، خاصة بس بهالأيام اللي عم نعيشها هي أكثر من خوف وقلق ومجهول وما بنعرف بعد شوي شو ممكن يصير. فلازم هلا شوي نتمرن نحكي شوي بوعي، يعني اذا انا عم بقول للناس اللي حوالي ما تخافوا ما بدها هالقد، نحن منطقتنا مثلا سيف بعيده عنا القصف تنقول، او ما بدها هالقد، او كمان بنسمع عالم اصحابنا مثلا او قرايب من برا بيقولوا لنا شو بعدكم قاعدين عم تعملوا، ما نحن قلنا لكم تفلوا. هول الحكي كله بيأذي، يعني بيخليك تحسي انه اذا شخص عن جد خايف وحدا عم بيقول له ما تخاف ما بدها هالقد، نحن هون كانه عم نقلل من الاحساس هيدا الشخص اللي عم بحس فيه، يعني هيدا الشخص خايف، مينا نحن تنجي نقول له انه ما تخاف ما بدها هالقد. بكون كانه مش بس عم باذيه، كمان اندر استيميتنج، يعني عم بقلل من احاسيسه، وهيدا الشخص العكس يعني عم ضره، لانه مرتي الجاي ما راح يعبر عن مشاعره، ما راح يقول لي انه انا خايف. ليه؟ لانه اخذ جادجمنت من العالم اللي حواليه انه هو ما المفروض يخاف. معقوله مثلا انا لانه ضعيفه، معقوله انا مثلا ماني قويه مثل فلان، سو خليني اسكت وما اعبر عن مشاعري، وهون ما عم نكون عم نساعد الشخص، العكس عم ناذيه. خاصه هلا لان احاسيسنا شوي مرهفه اكثر، صرنا حساسين اكثر، ما بقى هي كلمه ومنقاله انه ما في شيء، لا في شيء اكيد، ما تخاف، لا بدي خاف، انه عشو انقذت، انه لانه انقذت. يعني صح. بتعرفي كمان بلانش، نحن هلا عايشين شوي، مش شوي، عايشين بصراع داخلي وخارجي، يعني بتقومي الصبح بتحضري حالك بتروحي على شغلك، الحياه عم تستمر، في اولاد عندهم مدارس، الاهل عم يبعثوا اولادهم على المدارس، هن بدهم يروحوا على شغلهم، بترجعي بتفوتي بتسمعي الاخبار، بترجعي بتشوفي شو عم بيصير، ما انت ببلد واحد، يعني نحن عايشين بلبنان، هيدا الصراع بتصير كمان بتحسي بالذنب انه معقوله مثلا انا عم باكل حدا تاني هلا ما عم بياكل، انا اولادي رايحين على المدرسه في اولاد ما عم بيروحوا على المدرسه، طيب نحن عم نشتغل بس في قذيفه نزلت هلا هبطت بنايه، هول كلهم بيخلقوا جواتنا صراع كثير كبير. يعني هلا تحت الهواء كنت عم بقول امبارح عم باكل لقمه وثاقبت بهالوقت نزلت البنايه، سو انا شخصيا ضليت تقريبا شي ثلث ساعه ما استوعبت انه شو عم بيصير. فأخذت معي وقت هون لأنه عقل الوعي بيصير يسيطر علي، أنه لا مش اللاوعي يسيطر علي. أنا مثلا برتاح إذا بكتب، برتاح إذا بصلي، برتاح إذا بحط بس هيك شيء عم بسمع موسيقى وكتبت عن مشاعري، أخذت معي 20 ل 25 دقيقة وبكيت ورقت لأنه كان عندي صف بدي استمر. سو في تفريغ، يعني وكأنه أكيد التفريغ بدنا نعمله كل لحظة. صح. هون بلانش الحكي مع الذات كتير مهم كمان، يعني مش بس الحكي مع العالم شو عم نحكي، كمان كيف عم بتواصل مع حالي، لأنه نحن أكتر الأوقات بنتواصل مع حالنا. يعني قد ايه بتحكي مع حالك أنت؟ كل الوقت. أنا كل الوقت، أنا هلأ اليوم قلت لهم إذا سمعتوني عم بحكي مع حالي ما تقولوا بهالشيء، عم بتسوقي مثلا بتسوق مثلا نازلة من بيتك تنقول على كل الوقت الـ OTV. قد ايه بتقولي لحالك بتحكي مع حالك أنت أوقات الهامينج، يعني اللي عن أوقات
يعني حتى اذا بس عملت هيك يعني عملت هول الاصوات بتحس في شيء من ضغط من داخلك عم يطلع، يعني عن جد ما حدا يلوم الثاني كيف عم يقدر يفرق. اكزاكتلي بلانش، بس كمان حتى لو ما عم تقولي ملامح وجهك هن بيعبروا عن الشيء اللي عم بتفكري فيه. ونحن اليوم بنعرف الملامح الجستشرز لهم تاثير 55% بالكوميونيكيشن. يعني انا اذا عم بتطلع فيك وانت من جواتك كثير خايفه صح. وعندك قلق وعم تفكري بكثير قصص، حتى لو انت عم تبتسمي وعم تحكي معي البوكر فيس It shows بعيونك، It shows بالمسلز اللي موجودين على خدودنا. معلي لو عم نحكي هيك عني وعنك يعني، بس انه انا معروف بضلني ابتسم، عم غير مرايات بالبيت انه ليه مبينه زعلانه، ليه عم بتبيني، ليه قلت لك البوتوكس خلصت مدته، يعني يعني هالقد عن جد قد ما قوه المشاعر اللي عم بتكون بشعه وطاغيه ما عم نقدر نخدع، بس هيدا حيأثر علينا سلبا يعني. أكيد، وكمان مش غلط نحكي عن حالنا لأنه نحن كمان نحن يعني بالمجتمع، نحن بالوطن، نحن بلبنان، واليوم منا كتير هينة بلانش تقعدي وتشوفي شو عم بيصير بوطنك، بتطلعي كأنه هلأ نحن كمان جيل شايفين كذا حروب يعني منصير نعدهم. بس إنه خلص عرفتي كيف؟ بتقولي خلص أوكي، بس بتقولي هيدا الوطن بعده عم بيضاين، طيب أوكي أنا شو لازم أعمل؟ هلأ أنا شو مسؤوليتي كشخص كإنسان عايش بلبنان؟ شو لازم أعمل تأستمر؟ لأنه ممنوع استسلم، ما فينا نستسلم. في ولاد عم بيشوفونا، في أهلنا يلي أكبر منا يلي تعبوا، بدك تكوني أنت هيدا الرول موديل، عم بتعطي امل للجيل الجديد اللي عم يتطلعوا عليك، حتى لو اولادنا اذا بعض من اولادنا عايشين برا، بس كمان عم بيحكونا بدهم يشوفوا الامل بعد بوجهنا. وفي اهلك كمان تعبوا، كمان بدك تكوني هيدا الرول موديل، كمان عم تعطيهم هالهوب، عم بتريحيهم. فنحن كثير لازم نهتم بصحتنا العقليه واقل نستعمل الكلمات. لارجع للتوبيك العنوان، يعني الكلمه اللي بدي اسال فيها نفسي او احكي لنفسي تكون كلمه بتطمن لي عقلي الباطنه باللحظه اللي انا هلا فيها هيك. مزبوط، هيدا السيلف توك بتجي انا حسب شو عم بعمل. يعني كل شخص منا عنده اسلوب معين بيرتاح فيه. اذا بدي احط مثل تايتل للشيء اللي عم بحكي عنه هو السلام الداخلي. لأنه السلام بيجي من برا والسلام بيجي من جوا. من برا ما عنا أمل هلأ أنه رح يصير في شي سلام، يعني ومش بإيدنا، مش الكنترول مش عنا. بس السلام الداخلي أتليست بيني وبين حالي، هيدا الشيء أنا بعدني في أعمل كنترول عليه إذا عم بهتم بالأمور اللي عم بعملها خلال النهار. وكل شخص بلانش، مرة حكينا عن الباكت، كل شخص منا عنده أسلوب معين بيساعده ينفس، بيساعده يكون مرتاح مع حاله، يكون كونكتد مع حاله. في ناس بتحب تصلي، في ناس بتحب ترسم، في ناس بتحب تحكي مع الأصحاب، في ناس بتحب يمكن تقعد مع أولادها وتلعب. بس نعرف نتعرف على حالنا هون، شو الشيء اللي عم بيساعدني أنا اتنفس شوي، ريح شوي، تقدر ارجع اوقف على اجري. ومثل ما قلت دورنا كثير مهم بالمجتمع، خاصه نحن كمان كاهالي كامات، المراه كمان اكثر. وي ار ليدرز ايه، بس كمان نحن بدنا نساعد حالنا تقدر ساعد غيري. فهون كل حدا هلا بالذات كثير مهم نهتم بالسلف توك، كيف عم بحكي مع حالي، شو القصص اللي عم بعملها خلال النهار، حتى لو 20 دقيقة، نص ساعة، 15 دقيقة، بس نعطي أهمية برايوريتي لهيدا الموضوع، لأنه برجع بقول ممنوع الاستسلام، في استمرارية بالحياة، ما بنعرف بعد ساعة شو ممكن يصير، فخليني هلا عم أتليست عم ساعد العالم اللي حوالي، وإذا بدي ساعد العالم اللي حوالي، ما اجي واحكم عليهم ليش خايفه، ما بدها هالقد، وبي بوزيتيف، ما بي بوزيتيف كمان عم كون عم باذي الشخص. نقول للشخص شو عم بتحس؟ كيف في يساعدك؟ بدك نقعد ونحكي؟ للاولاد فينا نقول بدكم نقعد ونلعب سوا. اوقات مش ضروري نحكي بلانش، بنكون قاعدين يمكن عم نحضر موفي بس قاعدين حد بعض او على غمره بتحس بوجود الاخر. بلا حكي اوقات بنكون عم نريح الشخص. بتنتبهي الاولاد هلا اكثر وقت مام بحبك بحبك بحبك، يعني بتحسي انه خلص اوكي فهمت، يعني ما فيك تقولي له فهمت انك بتحبني، يعني مزبوط. هن اكثر هلا عمر بحاجه يعبروا. الغمره صارت كل يوم، البوسه 100 مره، بحبك بحبك وينكم وين، يعني كثير عم نسمعهم، يعني وكانه بيقدر يصحح حاله عقل الطفل اسرع من الراشد. مزبوط، ونحن كمان كتير هلا اذا يعني اذا انت
كنت بالنهار مره بتقولي لاولادك بحبك، بدك تقوليها اكثر. مش خوف كنت... هيدا ايه لا اكيد لا، نحسسهم انه مش اكيد مش بال... من الصبح لعشيه بدنا نقول لهم بنحبكم، بس بدنا نقول لهم انه نحن بنحب بعض، نحن عائله، نحن سوا. نبعد شوي عن 24 ساعه قدام الاخبار، اكيد بدنا نتابع الاخبار، بدنا نعرف شو عم بيصير بالبلد، بس الاولاد كمان ما بدهم كثير بوضع هلا نحن يسمعوا شو عم بيصير، فهون دورنا هلا كثير مهم لانه هيدي طفولتهم. ونحن قد ايه عندنا تروماز بلونش هلا، يعني مثلا هلا اذا بنسمع صوت بترجع بتتذكري يمكن بالحرب اذا نزلت قذيفه عندك بالبنايه. بتعرفي الفرق بانواع الصواريخ اصلا ايه يعني لولادنا هالزيك الفوكاب القديم بيطلع لحاله 100%، او صوره اذا بتشوفيها ايه بنايه مثلا كمان بترجع بتتذكري صور انت شفتيها انت لمستيها. نحن اليوم مثل ويتنسز عم نشاهد الشيء اللي عم بيصير، هيدا الشيء كمان بكره رح ياثر علينا، فقد ما فينا بالحكي تبعولنا بتصرفاتنا نهونا شوي على الناس اللي حوالينا، هيك عم نكون عم نساعد بعض. هزمي كمان يعني وقتها هيك بتعملي مثل يسكم اند سكان العالم حواليك كثير بحطوا واو الجماعه والنون، يعني روحوا ليه ما بتفلوا؟ اوكي بتسالي اوكي لوين بدي فل؟ معطيني حل. يس يمكن انا ما بدي فل مثلا. هن رح يعملوا هيك، مين هن؟ نحن خلينا نروح، بركي انا ما بدي روح. صح. يعني دائما ليش في هذا الجمع بالعبارات؟ بيوتر الانسان المتلقي، بيتوتر انه عم تعطيني كلمه بس انه وبعدين. اوكي هيدي لانه مثل شخص عم يعمل بروجكشن للشخص الثاني الشيء اللي هو بده اياه وهو عم بفكر فيه، بس مين قال انه انا بدي اترك بلدي مثلا؟ ما بيقدر حتى يجي يقول لي فلوا من هالبلد، انا يمكن ما بدي فل من البلد، انا يمكن انا مقتنعه بوجودي بالبلد. فما فينا نجي نعمم، هون الغلط انه منعمم الامور كانه كل الاشخاص مفروض يفكروا مثلي، مفروض كل العالم. انا اعطي نصيحه انا فيي بس انصح حالي، ما في اعطي نصيحه للعالم، مش احنا فينا نساعد العالم. يعني اليوم بتحسي وقتها بتجي يعني الازمه او الوقعه او الصدمه او الخوف بتحس الانسان دغري بيلم نفسه، خطر هيدا الشيء. في ناس هيدا ممكن تكون رده فعل بلانش، في كثير ناس رده الفعل تبعهم بتشوفيهم انه لا بيرجعوا ما بدهم يعملوا كوميونيكيشن مع العالم، بيكونوا يمكن اوفر خايفين، ما بدهم يظهروا، بدهم يضلوا بالبيت، ببلش عندهم القلق اكثر، ما بيخلوا اولادهم يظهروا، ما هيدا كمان رده فعل. فرده فعلهم غير رده فعلك اللي انت بنقوم الصبح بعدنا بنقول اوكي وعينا خلاص اليوم نهار جديد نرجع بنشوف امورنا وشغلنا. كل حدا منا عنده رده فعل معين، ما فينا نحكم على العالم انه رده فعلك غلط، بس فينا نساعده، فينا نساعده كيف مثلا يرجع يفكر يحس تا جسمه او عقله ما يعمل هيدا رده الفعل. سو وقتها بينطرح قدامك هيدا السؤال، المهم انك ترجع تطرحي سؤال مقابله ليصير في هالتوك او هيدا الحديث بينك وبين الاخر، يمكن يكون حدا قاعد معك بالبيت. اي يمكن انا مثلا لتنقول اذا اصحابنا مثلا قالوا لنا انه انا كثير خايفه ومرعوبه وما عم بقدر نام، عندي قلق، ما فينا نجي هون نقول لهم لا كمان ما المفروض تخافي، نحن بعاد، ما لازم تخافي لانه اولادك بيشوفوك انك خايفه. هون كمان بلشت تحسس الشخص بالذنب. ايه. فهيدا ما بيساعد. في يقول اوكي اي اندرستاند، بفهمك انك خايفه، بس كيف في يساعدك؟ اساله دائما كيف في يساعدك، كيف في يساعدكم؟ ممكن الشخص هون يفكر بشيء ويطلب هالمساعدة. أكيد. ويمكن أكيد. أنا في أعطي هالمساعدة. بدي أختم معك هيك، تعطيني 4 لـ5 كلمات أقدر غذي فيهم اللاوعي تبعي، أقدر غذي فيهم هالوايرز يلي موجودين بدماغي لعن جد يعطوني موتيفيشن أو يعطوني على القليل شعور بالأمان والسلام الداخلي. أول شيء بدي أقول النية تبعولنا، يعني نحن وعم نحكي مع شخص شو الانتنشن تبعولنا؟ أكيد okay. الانتنشن تبعولنا نساعد الآخر، that's why خلينا نكون واعيين شو عم نقول. ثاني شيء نحن بعتقد مسؤوليتنا هلا بالمجتمع تبعنا نخلق أمل، نكون نحن الأمل، حتى نحن هلا بعتمة بلانش، إذا كل شخص منا يمكن عم بفتش على الأمل، الأمل ما في شيء منه شيء منفتش عليه، خلينا نحن نكون هيدا الأمل، خلينا نحن نكون مثل هيدا اللايت، صح تنقدر نضوي قد ما فينا أكيد.
ثالث كلمه انا هيدي الكلمه بستعملها كثير هي الفلكسبيليتي، لانه بهي المرونه بهالاوقات ما فينا نعيش حياتنا مثل ما نحن حاطين هلا اجندا وعندي هيدا الديسيبلين بدي اعيشه. فلكسبيليتي شوي كمان كثير مهمه، يعني الانتنشن الامل الهوب والفلكسبيليتي كثير مهمين تنكون واعيين على كل شيء عم نعمله. فعلا عناصر كثير مهمه، ثلاث عناصر اذا كررناهم يمكن بتفتح لنا كمان ابواب جديده برغم العتمه مثل ما انت عم بتقولي هاجمين. صح، وكمان نسال حالنا كيف بدي العالم يحكوا معي؟ ايه هيك خليني احكي مع العالم. كيف بدي العالم يحكوا معي؟ هيك بحكي مع العالم. ثانك يو هاجمين دانيال، اهلا وسهلا فيك دائما بيوم جديد. رح نروح مشاهدينا لفاصل وبنرجع لكم.